خطوة جديدة خططها وزارة التربية بإضافة مادة التعلم الوجداني والأخلاقي لمناهجها بجميع المراحل الدراسية، ويلي بدأت هاي السنة بمعدل حصتين بالأسبوع لتتوسع تدريجياً بالسنوات الجاية. ما عاد بدنا نحن طالب أو تلميذ يعرف معلومة ويتحول لجوجل محرك بحث، بدنا طالب يعرف يحصل بيانات يحولها لمعلومات بمهارات وسلوكيات تفيده بسوق العمل وتفيده بالحياة. هذا هو توجه الحكومة إجمالاً بوزارة التربية أو وزارة التعليم العالي. هالمادة يلي حكت عنها نور من شوي غريبة كاسم وغريبة علينا، نحن تعودنا أبصم تربح على جيلنا، يمكن هيك كان الموضوع، ولكن الدنيا عم تتطور وما بتحمل هاي المادة طابع تقليدي مثل الفيزياء أو الكيمياء وغيرها من المواد يلي تعودنا عليها، وأكيد جديدة على الأهالي كمجتمع كامل. لنوضح أكثر عن الهدف من هالمادة وإضافتها بهالسنة حتكون معنا الدكتورة نادية الغزولي، مديرة المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في سوريا. صباح الخير. صباح النور. يسعد صباحك دكتورة، أهلا وسهلا فيكي معنا بصباحنا لليوم. عم نحكي عن مادة التعلم الوجداني والاجتماعية اللي هي موجودة ضمن المناهج، والكثير من الأهالي ما عم يعرفوا هذا الكتاب ليش، شو توجهه، شو الفائدة منه، ابني شو بده يحفظ منه، شو بده يدرس منه. رح ناخذ منك شو بتتضمن هاي المادة، وناخذ الفهرس شو بتضمن بقى الكتاب. لاحظتي شو قلتي كلمة هلا، ابني شو بده يحفظ. تماما. فنحن للأسف يعني أنا شو بده يرجع له ابني. تمام. للأسف الشديد نحن صرنا كمجتمع، كأولياء أمور، كمدرسين، كطلاب، صرنا تجار علامة، بدي أحفظ جيب علامة وما بيهمني أي شيء آخر. الحقيقة كان الهدف من هاي المادة هي أربع مبادئ. أوكي. تعلم للتعرف، تعلم لتكون، تعلم للعيش مع الآخرين، تعلم لتعمل. تعلم لتكون، كيف أنا بقدر يكون عندي ثقة بذاتي، يكون عندي مني تحديد لهدف بالحياة، كيف بقدر أكون فاعل بمجتمعي. تعلم للمعرفة، بحصل على معارف وبحصل على علامات، بس كيف بحولها لحياة تطبيق عملي ضمن العالم، كيف بقدر بشتغل عليها. تعلم للعيش مع الآخرين، كيف بقدر بتقبل الآخر، كيف بتعايش معه، كيف ببني التعاطف، كيف ببني المجتمع. تعلم للعمل لأقدر أحول هاي المعارف لسوق العمل، كيف بقدر أنا أرجع لإلي بمشروع اقتصادي حياتي أنا بقدر من خلاله ببني مستقبلي. هذا الهدف بصراحة من هاي المادة. فكانت عم تشتغل على ثلاث مجالات، ومجالات كتير مهمة. مجال الأول هو مجال الإدراك، أنا كمتعلم كيف بدرك ذاتي، كيف بكون عندي ثقة بنفسي. بأول ورشة عملناها مع المجتمع المحلي، فكانت الصفة أنه نحن طلابنا كتير أقوياء بالخارج، أقوياء معرفياً، لكن إذا بده يكتب سي في عن نفسه يا سلام عليك، وبده يحكي، فهو دائماً بيكون عم يحكي هو عامل، ما عنده اعتداد بذاته، خجلان، لانه رغم انه ممتلئ جدا بالمعلومات المعرفيه. فانت الان عم الهدف من الماده تعرفي المتعلم انه انت عندك جانب اخر غير جانب العقل، هو جانب الوجدان، اليد وجانب الوجدان. اليد اللي هي مهارتك بالحياه، كيف انت بتعمل اجتماعيا وعلميا، والقلب انت كيف تبني التعاطف مع الاخر. فهذا اول مجال هو مجال الادراك، من خلاله عم ينتبه المتعلم كيف أنا بحفظ درس؟ إذا بدي أحفظ، بس كيف؟ بحفظه إذا كان عندي مني أسس وقواعد أنا بحاجة لها. كيف بنتبه لتنظيم وقتي؟ المجال الثاني هو مجال الاجتماعي. مجال الاجتماعي نحن للأسف خصوصاً بعد هالعشر سنوات فقدنا كثير من، خلينا نقول، من علاقاتنا الاجتماعية، وإجت أزمة كورونا كمان أضافت. يعني أنا بالتقرير اللي كنتوا هلا حاطينه باليابان أنه نحن عم نعملوا أشياء صناعية لتبني تعاطف مع الإنسان، فنحن بهذا التعلم عم نبني له أنه لا، نحن كمجتمع عربي، كمجتمع له عراقة وله أسس حضارية، عنده منه، بالعكس عنده منه أسر وعنده علاقات، هو باني حياته على هاي العلاقات الاجتماعية. فأنت من خلال هذا التعلم عم تعلمه كيف بيبني هاي العلاقات، جسور تواصل وعلاقات. تماما. ومنخفف كثير بهالحاله هي من العدواني. الجانب الاخر هو الجانب العاطفي. للاسف بعد كثير عنا ازمات ما عدنا صار عنا سيطره على الغضب، على الاحباط، على الحزن، ذكاء عاطفي، ما عدا عنا سيطره على هاي المشاعر. فكان الهدف من هاي الماده تخلي المتعلم خلال حصتين درسيات ضمن المدرسه ينفذ انشطه صفية يعبر من خلالها عن كل هاي المجالات. تمام. على فكرة كل محور ذكرته الدكتورة هو دورة تدريبية بمئات الآلاف
الخريجين من الجامعات عم يروحوا يتبعوها لحتى يكسبوا هاي المهارات. فبرافو انه اليوم نحن فوتناها كمنهج دراسي. هلا برافو نظريا دكتوره، تطبيقيا مين رح يطبقها؟ المدرسين قادرين انه يوصلوا هاي المهارات للطلاب؟ في عنا كادر تدريسي مؤهل يعرف شو يعني AI emotional intelligence، يعرف شو يعني social intelligence، يعرف شو يعني skills، يعرف شو يعني هالقصص. ليس تقليل من شأن مدرسينا، ولكن مدرسينا تعودوا مثل ما قلتي اعطينا علامة، جيب لنا العلامة يا طالبنا حتى تكون بالصورة. نحن بمناهجنا من 2016-2017 كانت عم تحمل جزء كتير كبير من هذا الموضوع، لاحظت بالسكيلز والمهارات كتير، جزء كتير كبير. لكن للأسف أنه مدرسينا، ويمكن هي التغذية الراجعة اللي إجتنا، أنه بعد 4-5 سنوات وصلتك تغذية راجعة بتقول إذا عندي نشاط عم يحكي بهذا الشكل هذا بمادة التاريخ أو مادة اللغة العربية، فأوتوماتيكيا مدرس التاريخ مدرس اللغة العربية ابني هذا ما له تاريخ، بيقفز فوقه، ما له تاريخ، هذا ما له عربي، خلينا نحسبه. هذا كان الإصرار أنه نحن فرغنا حصتين درسيات ضمن الخطة الدرسية. هي كانت عم تطبق أنشطة خلينا نسميها لا صفية، صح، بشكل أو بآخر بيعطيها النشاط بيقول له لكن طبقه بالبيت، جاوب عليه بالبيت أو اشتغل عليه لحالك. لكن الآن مدرسنا، نحن قلنا تقريبا أكثر من 4 سنوات عم نشتغل على موضوع المهارات الحياتية الحقيقة، ودربنا بال2019 تقريبا 30,000 طفل مع معلمينهم، ودربنا بال2020 80,000 متعلم مع معلمينهم مع مدرسينهم. فنحن عندنا هي القاعدة الحقيقة. الحامل الأكبر بهالمادة هي تحديدا هي مادة الدراسات الاجتماعية، لأنه فيها أساس اسمه التنشئة الاجتماعية، ومادة اللغة العربية. لهيك قلنا بالدرجة الأولى المدرس اللي هو حيدرب عليها وهو قادر لأنه عنده خلفية واضحة، هو مدرس الدراسات الاجتماعية أو معلم الصف خلينا نقول، لأنه هو أوتوماتيكيا عم يشتغل. لازم يكون الأستاذ متخصص ضمن هذا المجال أو شيء من دراسته؟ متخصص حنعملها مرحلة لاحقة حقيقة. إذا نحن اشتغلنا على مبدأ أنه نسحب هدول الحصص فعليا من المدرسين، لأنه أنت الآن أمام عقبة أيضا، أنه أنت لما سحبت حصة من اللغة العربية مدرس اللغة العربية كيف بده يعوضها؟ ما عاد يلحق منهاجه. هلا في نقطة هون كمان، يعني خلينا نقول نقطة هامة جدا، هو بيلحق منهاجه لأنه لسبب، أنت مالك عم تشتغل على درفتي كتاب. إذا أنا عم بشتغل على درفتين كتاب معناها أنا محصورة بهالمعلومات هدول فقط، أنت عم تشتغل مع المتعلم على المهارات. فإذا الكتاب ما بين درفتي هو عبارة عن خلينا نقول مجال لأنا أقدر اتدرب على كيفية تطبيق المهارة. فأنا مالي ملزم أني أنا لازم حفظه كل كلمة بالكتاب. بدنا نسألك أنه هي بتأثر على التحصيل العلمي، هي من الصف الأول للبكالوريا، هي من الأول للصف الثامن حاليا، للصف الثامن. طيب بدي تسأل أم أنا بده يدخل شيء بعلامات بمنهاج بتأثر على علاماته؟ هلا طبعا كل طبعا طبعا بتأثر. في امتحانات، في مذاكرات، هلا امتحانات لا امتحانات، وحتى شكل الامتحانات يعني خلينا نسميها شكل رصد كيف الطالب عم يتطور فيها. نحن عدينا قوائم سميناها قوائم ملاحظة. يعني أنا كمتعلم أنا عم طبق النشاط، عملنا له ملاحظة هو يلاحظ حاله، هل أنا طبقت النشاط صح؟ أنا عندي مني شرط أنا ذاتي تماما. هل أنا طالب مثلا ما ببل أشتغل مع حدا، دائما عندي مني هذا الانطواء. حطتني المدرسة بتعلم تعاوني بنشاط أنا بدي أعبر فيه، مثلا أتعلم فيه الصمود مثل اللي نحن حاطينه بصف الرابع. هل أنا تعاونت مع رفقاتي وصمدت أنا وياهم وساعدتهم لينفذوا هذا؟ عندي روح العمل مع فريق. هل أنا تعدل سلوكي بهذا؟ فأنا لاحظت نفسي، فعدينا له بطاقة ملاحظة، وعدينا بطاقة ملاحظة لرفيقه فصار عنده تقويم أقران، وعدينا بطاقة ملاحظة أيضا للمعلم، وعدينا بطاقة ملاحظة لولي الأمر. فكرة هي رسائل ماجستير ودكتوراه بعلم الإدارة. تمام. كل ذلك يعني تقييم فعالية التدريب، تقييم فعالية اكتساب المهارات، صحيح. نماذج عالمية كيرك باتريك أو الأفلام أو القصص الثانية كلها تطبق. فأنا مبسوط بالحكي، بس إن شاء الله النتيجة أكيد. إن شاء الله النتيجة. هلا نحن أمام، خلينا نكون دقيقين، ما في أي شيء جديد إلا بيلاقي أولا عقبات، تمام، وبيلاقي تحديات، وبيلاقي مين يقول لك انا ما بقبل. شوف شو عم يحكوا احنا وين لسه كتب لاولادنا ما وزعوا لهم. تمام. لسه اولادنا ببعض المدارس ما استلموا الكتب لحتى الان بالارياف بغير محافظه. يعني هي على الفكره هي قاعده كثير فضفاضه وكبيره،
يعني احيانا بيكون الكتاب ممكن يكون ماده واحده ما توزعت، لكن مقابل 8 مواد انت وزعت كتبها. يعني احنا لما كنا افتتحنا العام الدراسي بحلب، ثاني يوم انا يعني واحنا عم نشتغل كنا على سلسله انجليزي وفرنسي الحقيقه بايدي وطنيه، انا تفاجات لما فتح احد المستودعات الكتب كان كتب الفرنسي بين ايدين الطلاب. يعني الطلاب التاسع، انه انت كنت قد ايه كنت عم تشتغل بكثير قوه لانه فعلا هذا الكتاب يكون مامن. فممكن يكون ماده واحده هي ما تامنت، ومو لانه تقصير، لانه انت عندك منك كمان عده عقبات، عندك عندك شحن وعندك توصيل كتب وعندك علما انه مع ذلك الوزاره والمؤسسه العامه للطباعه كانوا كثير بازين كل جهدهم على انه كل الكتب تكون مامنه مع بدايه العام الدراسي. الله يعطيكم الف عافيه، نتمنى يعني جهودكم ما تروح سدى، وفعلا طلابنا وجيلنا يستفيد لحتى يطلع منه جيل مثمر. ختاما نشكرك لوجودك معنا، يسعد صباحك دكتور، اهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك، شكرا دكتوره، يعطيك شكرا لكم، يعطيكم العافيه.